وبشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. دكتور ناصر، مرحبا بكم. بداية، لماذا اخترتم مخيم حسن شام U3 في حملتكم الحالية والتي تزامنت مع عيد الأضحى المبارك؟ حياكم الله أخي الكريم. أهلا بك سيدي الكريم. حقيقة هذه الحملة جاءت ضمن المرحلة الجديدة التي اختارتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتنسيق والتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. هذه المرحلة يعني ألقت علينا أمانة جديدة بالبحث عن المخيمات التي تقع في المناطق النائية والبعيدة، والتي عادة يقل الدعم الإنساني الدعم الإغاثي لهذه المخيمات. قمنا قبل فترة بجولة ميدانية في المحافظات، منها محافظة دهوك وزاخو وسليمانية والموصل وكركوك وأربيل وغيرها من المحافظات، للبحث عن المخيمات التي يضعف أو يكاد يقل الدعم الإغاثي الإنساني لهذه المخيمات. قمنا بمناقشة إدارات المخيمات لاختيار المخيمات التي يعني ننتخبها في مرحلتنا الجديدة القادمة بتقديم الدعم الإغاثي الإنساني لهذه المخيمات. ولذلك يعني عند البحث وجدنا هذا المخيم في منطقة بعيدة نائية، في قرية مرمية بعيدة عن طرق المواصلات الرئيسة، مع مناقشة إدارة المخيم. طيب، قدمنا هذه الحملة. نعم. دكتور ناصر، تحدثت في الحملة عن شمول 600 عائلة في المخيم، لكن حتى ولو رقم تقريبي، ما هي الأعداد الحقيقية للعائلات الموجودة هناك؟ أيضا هل هناك خطة لحملة ثانية تشمل باقي العائلات؟ حقيقة يعني عادة كل حملة يعني نقدر عدد العائلات التي يعني تحتاج المعونة الضرورية في هذا المخيم، ثم بعد ذلك نقدم حملة أخرى لشمول جميع أعداد العائلات النازحة في المخيم، التي تشملها حملات الدعم الإنساني الإغاثي التي تقدمها منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين. لنا حملات قادمة أخرى لجميع المخيمات، حملة أخرى سنقدمها لهذا المخيم لشمول بقية العائلات. هذا المخيم فيه 1100 عائلة. منطقة الخازر فيها 3 مخيمات. المخيم الخازر الرئيس فيه 1400 عائلة. مخيم حسن شام الثاني فيه 1100 عائلة. وكذلك مخيم حسن شام الثالث يقع في قرية سيفدينان فيه 1100 عائلة. هناك منطقة السلامية فيها 8000 عائلة. منطقة الجدعة فيها 24000 عائلة. منطقة حمام عليل فيها 48000 عائلة. منطقة بحركة، مخيم بحركة فيه 1400 عائلة. منطقة هرشم كذلك فيها مخيم في أربيل فيه حوالي 800 عائلة. منطقة عربد في السليمانية فيها ما يقارب 3000 عائلة. منطقة سورداش في السليمانية فيه 800 عائلة. كذلك هنالك مخيمات ليلان الأول والثاني والثالث، ومخيم في كفري، ومخيمات أخرى في صلاح الدين، ومخيمات في بغداد. هذه كلها يعني لدينا لها قاعدة معلومات وإحصاءات. نقوم بزيارات ميدانية لهذه المخيمات، ثم بعد ذلك يعني بالتداول والتعاون والتنسيق مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين ننتخب مخيما، ثم بعد ذلك نقدم له الحملات الإغاثية الإنسانية بحسب الاحتياجات الضرورية التي تقدم وفق قاعدة المعلومات التي تقدمها إدارة المخيم لنا. دكتور، نحن على أبواب العام الدراسي الجديد، ماذا عن التعليم؟ هل هناك خطة من قبلكم لتغطية هذا الجانب، لدعمه، أو ربما يعني تتوفر لديكم أفكار تنهض بالعملية التعليمية بالمخيمات المنسية مثل ما ذكرتم كمخيم حسن شام الثالث؟ الجانب التعليمي نعطيه يعني أولوية في الاهتمام، لأننا نقدر يعني وجود هذا الجيل، أجيال المستقبل، هذه الأجيال التي حرمت من أبسط متطلبات الحياة، التي حقيقة لم تعش حياة الكلية ولا الحياة المدرسية ولا الحياة الأخرى التي يعني تتمتع بها بقية الناس. نحن نقوم بزيارات ميدانية للمدارس المنتشرة في المخيمات،
انتشال هذا الجيل والانتشال أبنائنا أبناء العائلات النازحة الكريمة في هذه المخيمات من الواقع المأساوي والحياة المأساوية التي يعيشونها في المخيم. نعم. نقدم لهم كل الاحتياجات اللازمة من القطاسيات، من المقاعد الدراسية، وكذلك قدمت منظمة أم القرى يعني أبنية مدرسية متكاملة في الحبانية في عملية القلوجة. نعم. وكذلك اهتمت بإعمار مدارس كاملها، وقدمت كذلك حملات كبيرة جدا للمدارس في هذه المخيمات في تجهيز بما تحتاجه هذه المدارس من القرطاسيات، من حتى الزي المدرسي. نقدم لهم زي مدرسي متكامل لأغلب المدارس التي يعني عادة نجد أنها تحتاج في هذا الدعم في لإنجاح العملية التربوية. نعم. في المخيمات. من أربيلة الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى، شكرا جزيلا وبارك الله بجهودكم.